في أخبار النادي الأهلي في المواقع. الفجر الرياضي غدا فايلر يملي على محسن صالح احتياجات الأهلي في يناير. الوطن سبورت فايلر يؤجل تقرير صفقات الأهلي وقائمة الراحلين بسبب فشل معسكر الإمارات. 1-3 عدد المباريات التي سيغيب فيها متولي عن الأهلي. سوبر كورة، الأهلي في رحلة بحث جديدة عن قناع مروان محسن. اليوم السابع، هادرسفيلد يطلب 145 مليون جنيه للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي. مبتدأ، الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة. سريعا على بعض الاخبار او العناوين اللي موجوده في المواقع الخاصه بالنادي الاهلي. طبعا الفجر الرياضي كاتب ان مستر فايلر هيملي على كابتن محسن صالح احتياجات الاهلي في يناير. كابتن محسن صالح هو رئيس لجنه التخطيط الخاصه بالنادي الاهلي خلفا للشيخ والكابتن الكبير الكابتن طه اسماعيل، وبالتالي يعني خبر مكتوب كده، لكن لسه احنا مش عارفين، لسه بدري، احنا لسه في شهر نوفمبر، وبالتالي الاهلي لسه عنده مباراه افريقيه، وبالتالي التركيز هيكون في المباراه الافريقيه وايضا في اولى الجولات اللي هتنطلق في بطوله الدوري المصري الممتاز. الاهلي لسه اكيد مش عارف احتياجاته، او الاهلي عارف احتياجاته ايه، لكن هيتم التنسيق مع لجنه التخطيط في الوقت المناسب. علشان كده زي ما بقول لحضراتكم الكابتن محسن يعني جه على طول تولى القياده، جه معانا هنا في قناه الاهلي على طول، يعني ما كانش عنده وقت ان هو يقعد او يجتمع. لسه هيجتمع ان شاء الله، وان شاء الله يعني يعني هيقعدوا هيتفقوا على حاجات كثيره جدا جدا. الكابتن محسن واحد من اهم الكوادر الفنيه الرياضيه القرويه اللي موجوده في مصر وفي النادي الاهلي. الوطن سبورت بصراحه مش عارف اعلق اقول ايه، لكن انا يعني عايز اقول لحضراتكم فايلر يؤجل تقرير صفقات الاهلي وقائمه الراحلين بسبب فشل معسكر الامارات. طيب، معسكر الامارات معسكر ناجح 100%، احنا هنا كنا معاكم كل يوم علشان بنتابع المعسكر. نادي الاهلي نادي كبير جدا جدا جدا. الاهلي بدل ما كان يقعد في القاهره، الاهلي فضل ان هو يعسكر في الامارات. فايده المعسكر ايه؟ الاهلي بيعمل معسكر ليه؟ المعسكر بيتعمل علشان اللعيبه تقرب من بعضها، اللعيبه يكون في موده والفه اكثر من الوقت اللي موجودين فيه هنا، المصابين يكون في تركيز اكثر عليهم، وبالتالي عدم لعب الاهلي لقاءات وديه بسبب ان لا يوجد نادي يتناسب امكانياته وقدراته مع النادي الاهلي، هو مش موجود في معسكر فلازم غصب عنه اجباري يلعب ماتشات. معسكر الامارات ناجح جدا جدا، واللي متابع معسكر الامارات عارف، واللي شاف قيمه نيكولا انيلكا النجم الفرنسي وهو بيتابع تدريبات النادي الاهلي بنفسه هيعرف مدى نجاح هذا المعسكر. المعسكر زيه زي ما النادي الاهلي بيتمرن هنا بالظبط، ولكن زي ما بقول لحضراتكم تغيير جو، وده مطلوب جدا عشان لاعب كره القدم ما يحسش بملل او يحس بزهق. عندنا فترة طويلة جدا متوقف فيها الدوري، مش معقول ان اللعيبة هتكون وشها في وش بعض في الفترة دي كلها بدون تغيير جو وبدون تحديات جديدة وبدون يعني ملعب تدريب مختلف، اجواء مختلفة، مواعيد مختلفة، اكل شرب نوم بانتظام، كل ده بيخلق حالة من الألفة وحالة من الطمأنينة للجهاز الفني اللي متابع كل اللعيبة اللي تحت عينيها، وعلشان يطمئن ان كل الامور بتسير بشكل واضح جدا. طيب، لسه مكملين معاكم، ولكن هنروح بقى للاخبار المحليه والعالميه والمحترفين في المواقع.